الو قالوا اتفضل. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذ وليد، حضرتك كنت عم تقول انه اثبتولنا عن السيده حميده والسيده نرجس، لانه نفس الادله راح تثبتوها عن السيده عائشه، صح؟ اتفضل. طيب، 99% من الشيعة ما بيطعنوا بشرف السيدة عائشة. 99، هم معلش يعني، واحدة واحدة، 99%، هم معلش يعني الواحد قناته 500 وشوية، 500 وحاجة ألف، دول مين، بقر ولا مش شيعة؟ اللي التاني قناته 300 أستاذ وشوية وليد، ألف، دول بقر ولا مش شيعة؟ اللي بيدفعوا 15 طيب مليون لياسر الخبيث عشان يعمل فيلم يشوه بيه الإسلام ابتداءً، دول إيه، شيعة ولا بقر؟ طيب ماشي استاذ آه وليد، عندك انت ياسر الحبيب او امير القرشي، تمام؟ هم الوحيدين اللي بيحكوا بالمساله دي. يا انت باشا، عارف، هم انت الوحيدين متاكد؟ اليوم أتباع قد إيه؟ معلش يعني اليوم أتباع قد إيه؟ ان شاء الله يعني ما بيطلعوش 1% من الشيعة. خلاص بص هقول لك حاجة، أنت واخدين على اللعن، قول لي كده عشان أصدقك حتى، قول لعن الله أمير القرايشي ولعن الله ياسر الحبيب ولعن الله كل من اتبع أقوالهم. يلا. بس هيك، هاي سهلة قصة انه لعن الله ولعن الله، دي اسهل من لا، ما ده. أنا أحب بس الأسهل، خلينا في الشك، الأسهل الأول وبعد كده نخش على الأصعب إن شاء الله، طيب اتفضل. طيب ماشي. انت هلا بدك يعني العن ياسر الحبيب، ياسر الخبيث وامير القريشي عشان سبوا يا بشرف باشا السيدة وعلى عائشة، كل صح؟ واحد اتبعهم كمان. طيب، نحن بمعتقد اهل الشيعة انه اللي بيطعن بشرف السيدة عائشة لا يجوز، ده طعن بشرف الرسول. وانت عارف الكلام ده، ايوه انت عارف معلش الكلام يعني، ده. معلش حضرتك، بص يا باشا، اما تطلع فتوى من السيستاني وفتوى من تمام المراجع بالاسم في تكفير او زندقة تمام ياسر الحبيب او امير القريشي، يبقى تعالى لنا ان شاء الله، كلمنا باذن الله تعالى، يبقى تعالى لنا. ايوه هما جايين يتوبوا النهارده، يعني عارف انت جايين يتوبوا النهارده، يعني يا وليد حقك علينا، احنا اسفين ومش هنتكلم في عائشة تاني، بس لا تذكر نرجس ولا تذكر حميدة بسوء، جايين يتوبوا النهارده.